أطفال، كيف هي ساحة مدرستنا؟ نظيفة. إنها نظيفة. لماذا هي نظيفة ما شاء الله؟ لأننا لا نرمي الأوساخ. لأننا لا نرمي فيها أوساخ. جيد، وأين نرمي الأوساخ؟ مكانها المناسب. وما هو مكانها المناسب؟ أين نرمي الأوساخ؟ في سلة النفايات. جيد، في سلة النفايات أو حاوية النفايات. إذا يا أطفال، أي مكان نذهب إليه نتركه نظيفا. جيد، مثلا إذا ذهبنا إلى الغابة أو إلى شاطئ. الشاطئ أو إلى الحديقة أو إلى أي مكان نذهب فيه نحافظ على نظافته. إذن بيئة نظيفة لحياة سعيدة. جيد، بيئة نظيفة لحياة سعيدة. اليوم سنلون هذه الرسمة الجميلة. انظروا، هذه الأرض تحاول أن تنظف، انظر، تنظف المكان ليبدو جميلا. سنلون هذه الرسمة بألوان جميلة. هيا هيا ندخل، البرد البرد ما شاء الله. هيا 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 سنلون بألوان جميلة. هيا يا أطفال لنلون هذه الرسمة بألوان جميلة. حسنا تعالي يا زهراء وزعي على الأصدقاء، تفضلي. بيئة نظيفة لحياة سعيدة. ما شاء الله يا عمري، تلوين جميل يا أطفال، بارك الله فيكم. وفيكي بارك الله. يا عمري ما شاء الله، أحسنتم وأبدعتم ما شاء الله.